المنتخب التونسي اليوم حاجة قرف على الأخر. مرينا حد شيء، هذه أول حاجة. ثاني حاجة تشوف في معلول كيفاش كرة خرجت توش عطاهم بونتو هدية. مردود سيء 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 على الأخر. Alors moi je pense que ça vient pas inattendu, non, cette perte, ça a l'air contre la Belgique. On avait besoin de la chance et jusqu'au moment on n'en a pas encore eu. Mais on a encore 30 minutes, je ne sais pas, 3 buts, ça sera beaucoup. Mais moi je crois encore à l'équipe tunisienne. بالله نحب نقول حاجه للمنتخب التونسي، المنتخب اللي قعدنا نشجعوا فيه ومضيعين وقتنا عليه، تعطيوه في البونتوات للناس هكاك معناها ما غير ما تقراوا حساب 9000 اللي في تيران جايين على خاطركم، والفلوس والوقت اللي مضيعينه على خاطركم، فهمت؟ تعطيونا في البونتوات هكاك، احنا مضيعين وقتنا ونشجعوا فيكم وطول عمرنا نشجعوا فيكم وقاعدين نستناو حتى في بونتو من عندكم، وانتم مسايبيننا هكاك فريمون برافو ليكم. انا عام ونص توا مع معلول. ماتشوات اميكال كل يلعب للاتاك، كيب ماشي لاباس امورنا واضحه. جانا ماتش اوفيسيال اللي بيه الفائده فهمني وحب يشد التالي. فما جوالات مش حاضرين يرتاحهم يحب يلعب ديفونس اكل حدادي مثال الكلام. فهمت علاه ماشي باش يجيبوا كوب دي موند، نحن ماشي خايف نلعبوا كوره ونروحوا مش مشكل، ما نستمعين في كوب دي موند. حسيلو حشمونا وكا. اداء دور المأمول، اداء مهزوز شويه، قله تكتيك، قله نظام. جوال تحسها خايفه برشا برشا، قش عليها معناتها كلي عباره واحد قدامه جبل كي باش يطلع تظهر له صعيبه. هاولوا الامور اكثر من اللازم. ظهر الجوار التونسي يفتقر لكن الدهاء الكروي الحس الكروي، ظهر بالكشف اللي الجوار التونسي ماهوش متكون على قندره صحيحه، على سيستم صحيح، سيستم علمي صحيح. دول ترتبين من الصغر الجوار يجي جوار مش كي تكبر باش تحسن، راهي الكوره موهبه. حس كروي، دهاء كروي. عندنا المواهب في تونس، عندنا الكوارجي في تونس، عندنا صغار تطير طيران وتعطش كوره، اما ما لقاتش شكون يهزها، باش تغير برشا معطيات. خاطر طلعنا الواقع المر وبعينينا، وحتى اللي ما يفهمش في الكوره يشوف الواقع المر نتاع تونس.